بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. بعد ما مديت لكم ملخص حول الزوايا الموجهة، وما زال يعني الجزء الثاني ملخص قريبا إن شاء الله حول حساب المثلثات، لنتدرب قليلا على حل بعض التمارين. نبدأ بهذا التمرين الأول، وهو تمرين من الكتاب المدرسي، تمرين رقم 17 في الكتاب المدرسي. قال لك اي وفي شعاعان غير معدومين واكس قيس للزاويه الموجهه اي في. اولا عين في كل حاله من الحالات التاليه القيس الرئيسي ثم اصغر قيس موجب للزاويه اي في. عندنا اربع حالات. ثانيا قال لك نضع الشعاع اي يساوي او ا والشعاع في يساوي او بي. عين في كل حالة من الحالات السابقة قيس الزاوية A أو B. إذن نبدأ بأولا إجابة على السؤال الأول. ألف، لدينا القيس X يساوي ناقص B على 3، صح؟ كنت قلت لكم في الملخص أنه يوجد قيس وحيد، يوجد قيس وحيد على المجال ناقص بي حتى البي، يسمى هذا القيس القيس الرئيسي للزاوية الموجهة اي في، يعني ثيتا. اذا سمينا يعني هنا اكس، سموا اكس هو القيس، اكس تنتمي الى هذا المجال. في الحالة تاعنا لهنا الاولى هذه، هنا لدينا ناقص بي على 3 ينتمي إلى المجال، يعني هو أكبر تماما من ناقص بي وأقل أو يساوي بي، يعني ينتمي إلى هذا المجال. إذن مادام ينتمي إلى المجال، إذن إكس يساوي ناقص بي على 3 هو القيس الرئيسي، هو قيس رئيسي، يعني هو بحد ذاته قيس رئيسي. كلا نزيدوه كما يقولون نخربوا فيه، خلاص. إذن الآن نبحث عن وتوجد أقياس أخرى. أصغر هذه القياس، أصغر قيس موجب للزاوية، أصغر يعني قال لك عين في كل حالة من الحالة التالية القيس الرئيسي وأصغر قيس موجب للزاوية اي في. إذن أصغر قيس موجب للزاوية U V، زاوية الموجهة U V، هو راح أنا راي عندنا X، وراحت ثلاثة هذه كسيدي، X تساوي ناقص P على 3. كي نكتب X تساوي ناقص بي على 3 هذا القيس الرئيسي، لكن توجد أقياس أخرى. إذن نزيد لها 2 بي كا، 2 بي كا حيث كا عدد صحيح. إذن من أجل كا يساوي 1، إذا كان كا يساوي 1، هنا تولي لنا إكس تساوي ناقص بي على 3 زائد 2 بي، هذه في حالة إذا كان كا يساوي 1. إذن تساوي، لو جينا نوحدوا المقامات هنا تولي لنا 2، هذه تولي تضرب في 3 تولي لنا 6 بي ناقص بي على 3، يعني نوحد المقامات فقط، 6 بي ناقص بي تولي لنا 5 بي على 3. إذن إكس يساوي 5 بي على 3 وهو أصغر قيس موجب للزاوية الموجهة اي في، وعندنا هذا هو القيس الرئيسي. بقى عندنا إكس تساوي 53 بي على 4، إكس تساوي 53 بي على 4، صح، تبعني غير بالعقل.
إكس تساوي 53 بي على الأربعة تساوي هذه 53 أرجعها عدد زوجي تساوي 56 ناقص رجعها عدد زوجي ونقدر ونقسمها على أربعة يكون مضاعف للعدد أربعة. متفاهمين؟ مثلا تقول لي علاش ما رجعناهاش 52، لا رجعها 56 لأنها تنقسم على أربعة، ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة على أربعة بي، 56 ناقص ثلاثة، 56 تنقسم على أربعة يعني 56 ناقص ثلاثة نصيبه 53 بي صح، تساوي 56 كي نقسمه على أربعة تعطينا أربعة في 14 على أربعة نفكك المقام يعني هذه وحدها وهذه وحدها هذه بي بعد ناقص ثلاثة بي على الأربعة صح، الربعة تروح مع الربعة إذن واش تساوي؟ تساوي 14 بي ناقص ثلاثة على أربعة بي، لازم نكتبوا هذه على شكل 2 ك بي لازم نكتبوها 2 بي ك كما هذه نقدر نكتبوها 2 بي في 7 2 بي ك مثلا صح. إذن بعد ما وصلنا هنا إذن مدام هذه نقدر نكتبه على الشكل هذا النحو هذه لأن هذه راي على الشكل 2 بي كا لاحظ دائما يكون على الشكل عندنا هذه دائما زيادة يعني يعني كي نحوها نطيحوين عند القيس الرئيسي إذن القيس الرئيسي هو ماذا؟ هو إكس يساوي ناقص ثلاثة بي على الأربعة، هذا هو القيس الرئيسي. نروح نشوفه أصغر قيس موجب للزاوية الموجهة U V، أصغر قيس موجب للزاوية U الزاوية الموجهة U V صح. واش عندنا؟ نكتب X تساوي ناقص ثلاثة بي على أربعة زائد اثنين بي ك يعني هذو هما الأقياس هذا القيس الرئيسي، ومن بعد يجوا الأقياس الأخرى، الأقياس الأخرى هي هذه يعني ثلاثة بي على أربعة زائد اثنين بي كي كا تساوي واحد كي كا تساوي اثنان كي كا يعني وبعد كي كا تساوي ناقص واحد ناقص اثنان وهكذا لأن كا قلنا عدد صحيح صح. إذن من أجل كا تساوي واحد تولي عندنا واش تولي عندنا كي كا تساوي الواحد هذه تساوي الواحد تولي عندنا إكس يساوي ماذا؟ يساوي أو كلا نكتبو إكس تولي عندنا 2 بي ناقص 3 بي على 4 إذن تساوي نوحدو المقام لهنا قلت هنا نوحدو المقام الاثنان نضربها وين؟ في 4 إذن واش تولينا؟ تولينا 8 بي ناقص 3 بي على 4 إذن تساوي 8 بي ناقص 3 بي واش تولينا؟ تولينا 5 بي على 4 إذن أصغر قيس موجب للزاوية إي في هو إكس يساوي 5 بي على 4 هذه الحالة يعني هذا هو القيس الرئيسي وهذا أصغر قيس موجب للزاوية لأنه ممكن بزاف أقياس للزاوية أصغرهم
موجب هو هذا. الحالة جيم، الحالة جيم قال لك إكس تساوي ناقص 2007 بي على 3، جيم عندنا إكس تساوي ناقص 2007 بي على 3، صح. هذه تساوي 2007 يعني 2000 يعني كيفاش يقولوا 2007 رجعها تساوي هكا تساوي 2000 ناقص 2007 تساوي ناقص 2004 ناقص 3، يعني كي تجمعهم تصيب 2007، اذا تساوي ناقص 2004 لان 2004 تنقسم على 3 بي، يعني نفكك نفككهم صح، ناقص 3 بي على 3 صح. الاولى 3 مع 3 راحت، اذا واش تولي؟ اللي تولي تساوي 2004 نقسمها على 3 تعطيني 668، اذا تعطيني 3 ناقص 3 في 668 على 3 بي وناقص بي تساوي 3، كذلك راحت مع 3 تساوي 668 بي ناقص بي. اذا مادام 668 عدد زوجي يعني نقدر نكتبه على شكل 2 بي ك، خلاص كي نقدر نكتبه على الشكل هذا خلاص، يعني هنا اكس واش تساوي؟ اكس في هذه الحالة عندي اكس تساوي ناقص بي زائد 2 بي ك، هنا ناقص، هنا ناقص 668، لكن نقدر نكتبها بهذا الشكل صح. إذن القيس الرئيسي هو ماذا؟ هو إكس يساوي ناقص بي، يعني غير يكون هذا عدد زوجي ها هو القيس الرئيسي، أو باين أنا نخدم أني هذه هذه كما هنايا هذه نخرجها عدد زوجي صح. إذن درك واش بقى لي؟ بقى لي أصغر قيس موجب للزاوية الموجهة أوفي، أصغر قيس موجب للزاوية الموجهة أوفي صح. دائما من أجل ك يساوي 1 عندي إكس يساوي ناقص بي زائد 2 بي إذن عن هنا تولي لي إكس تساوي ماذا؟ تساوي بي، قاتلي بي، أن على قال لك أصغر قيس موجب، إذن كي نرجع ندور لأن لازم لي قيس موجب ينتمي إلى المجال من ناقص بي إلى بي، إذن أصغر قيس موجب هو ماذا؟ هو بي. ننتقل الآن إلى دال، صح دال شعلة طوها لي إكس تساوي 493 بي صح. إذن إكس تساوي 493 بي تساوي في هذه الحالة تساوي رجع هذه 493 عدد زوجي 492 بي زائد بي، يعني كتكون أمور سهلة هيك كيما هاك سهلة على روحك، كاين نقدر نرجعها عدد زوجي رجعها،
علاش كما 2007 بي؟ لان مقسوم على ثلاثه، لازم نحوس على عدد زوجي ونقسم على ثلاث يخرج عدد زوجي، شايف؟ لكن هنا ما كاش مقام، هنا اوتوماتيكمون حوس لي على عدد زوجي، يعني اوتوماتيكمون الاكس تنكتب على الشكل هذا، اكس تساوي بي زائد 2 بي كا، خلاص راه عدد زوجي 2 بي كا، يعني اقياس صح. إذن هنا بي يساوي بي زائد 2 بي كا، في حال يعني من أجل كا يساوي 1 القيس الرئيسي هو بي، وأكبر أصغر قيس موجب للزاوية الموجهة هو بي، يعني بي هو القيس الرئيسي وفي نفس الوقت هو أصغر قيس موجب، يعني بي هو القيس الرئيسي، ها هنا هو القيس الرئيسي وفي نفس الوقت هو أصغر قيس موجب للزاوية الموجهة V. خلاص. الآن ننتقل إلى السؤال الثاني. قال لك نضع E تساوي OA و V تساوي أي شعاع E يساوي شعاع OA و شعاع V يساوي شعاع OB. طلبوا منا تعيين في كل حالة من الحالة السابقة ألف باء جيم دال الزاوية، قيس الزاوية AOB. سهل جدا جدا، انتبه. سبق واني قلت لكم في الملخص ان قيس الزاويه الموجهه يمكن ان يكون موجب او ان يكون سالب، كما شفنا درك في الاقياس تقدر تصيبوا مثلا ناقص بي على ثلاثه، كما تقدر تصيبوا بي على ثلاثه، هذه قيس الزاويه الموجهه. لكن قيس الزاوية الهندسية دوما يكون موجب، مثلا إذا كان هنا القيس تاع الزاوية الموجهة هو ناقص بي على ثلاثة، قيس الزاوية الهندسية هو بي على ثلاثة، راه لأن هنا قالوا لي أ أو بي، الزاوية أ أو بي وهي زاوية هندسية وليست زاوية موجهة، هذه زاوية موجهة لكن هذه A أو B هي زاوية هندسية، إذن الزاوية الهندسية تكون موجبة، دائما موجبة. إذن في الحالات ثانيا، الحالة ألف أعطوني الزاوية الموجهة U V القيس تاعها طولي ناقص P على ثلاثة، ومنه أي قيس الزاوية الهندسية A أو B لازم يكون موجب، إذن يساوي بي على ثلاثة، صح. بالنسبة لي الحالة بي أعطوني قيس الزاوية الموجهة اي في يساوي 53 بي على أربعة، ومنه القيس الرئيسي تاعها حسبناه يساوي ناقص 3 بي على 4، إذن الزاوية القيس الزاوية الهندسية يساوي يكون موجب، إذن 3 بي على 4. جيم الزاوية الموجهة قيس تاعها طوها لنا يساوي ناقص 2007 بي على هذيك بي على ثلاثة، ومنه وجدنا القيس الرئيسي تاعها ناقص بي، إذن قيس الزاوية الهندسية موجب يساوي بي. كذلك الحالة الأخيرة دال أعطونا قيس الزاوية الموجهة U V يساوي 493 بي،
ومنه أي وجدنا قيس الزاوية هو نفسه هو بي، القيس الرئيسي هو بي، في نفس الوقت هو أصغر قيس موجب، إذن يبقى هو هو موجب قيس الزاوية الهندسية يساوي بي. لاحظ في الحالة جيم ودال قيس الزاوية الهندسية هو نفس القيمة بي، يعني 180 درجة بي، هكذا 180 درجة برك بي بالراديان موجه الأخرى زاوية، يعني هنا دائما قيس الزاوية الهندسية يكون موجب، أما هذا يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب. ودائما ننصحكم أنه من خلال حل التمارين، موش الفائدة برك في وجود التمارين والحل الصحيح، الفائدة هو فهم تمرين يعاون بزاف، يعاونك هذا التمرين يعاونك في حل تمارين أخرى كذلك كي تفهمه مليح. أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في حل تمرين آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.